وشعوبنا تنتظر مننا الكثير لتقديم أفضل ما يمكن، وهذا الخدمة لا يمكن تقدم بدون تعاون شامل كامل بيننا وبين الجمهورية الإسلامية. علاقاتنا الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، ولهذا السبب العراق لا يمكن أن يكون ولن يسمح أن يكون هناك أي تهديد للجمهورية الإسلامية من أراضي عراقية مئات من السنين. فيجب حماية هذه العلاقة التاريخية، ويجب حماية الجمهورية الإسلامية من أي اعتداء أو تحدي من العراق. أكدت الجمهورية الإسلامية خلال مباحثات اليوم على أنها ومثلما وقفت إلى جانب الحكومة العراقية وشعب العراق والجيش العراقي لمحاربة الإرهاب وداعش، فهي جاهزة ومستعدة لتقف أو أن تستمر في وقوفها إلى جانب الشعب العراقي لإرساء الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.